السلام عليكم أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم في مكون الإملاء مادة اللغة العربية تمارين داعمة للكلمات المنتهية بألف ممدودة ومقصورة. قبل أن نشرع في إنجاز التمارين، يجب أولا أن نقوم بتذكير للكلمات المنتهية بألف ممدودة والألف المقصورة. لاحظوا جيدا هذه الصورة. لدينا كلمات تنتهي بالألف اللينة، هذه الألف نسميها ألف لينة، تتعرفون عليها في السنوات المقبلة إن شاء الله. لاحظوا المجموعة الأولى: صحى، دنا، سما، سطى، دعا، نجا. إذن للتأكد من انتهاء الكلمة بالألف الممدودة يكفي أن ندخل عليها الياء، فمثلا صحى إذا كانت تكتب يصحو فإن تكتب بألف ممدودة. ثم لاحظوا المجموعة الثانية: بغى، رمى، سعى، جنى، وفى، أتى. إذن كذلك إذا أدخلنا عليها الياء وانتهت بالياء فهي تكتب بألف مقصورة، مثلا رمى يرمي. لاحظوا في المثال هنا صحى يصحو كتبنا ألف ممدودة لأن انتهت بالواو عندما أدخلنا عليها الياء. نفس الشيء هنا: رمى يرمي انتهت بالياء كتبناها بألف مقصور. هذا بالنسبة للفعل الثلاثي المنتهي بألف. قلت لكم لن فقط هذا التذكير، وإن القواعد إن شاء الله ستتعرفون عليها في السنوات المقبلة إن شاء الله. هنا إذا كانت الكلمة غير ثلاثية، يعني ليس فيها ثلاث حروف، أكثر من ثلاث حروف، أحيا، استحيا، هنا هذه قاعدة ظاهرة جيدا. إذا انتهت بالياء، إذا كان قبلها الياء فهي تكتب بألف ممدودة. أما إذا كانت حروفا أخرى، اشترى، استولى، يسعى، ادعى، لاحظوا هنا حروف غير الياء فهي كتبت بألف مقصورة. بالنسبة للأسماء، كانت الاسم إذا كان ثلاثيا: رضا، عصى، خطأ، على، قفا، لاحظوا انتهى بألف ممدودة. وهناك فتى، غنى، دمى، كرى، عمى، تكتب بألف مقصورة. وهنا كذلك زوايا، نفس القاعدة التي رأينا سابقا في الفعل إذا كان غير ثلاثي، إذا كان ما قبلها ياء، ما قبل ألف ياء تكتب بألف ممدودة، وإذا كانت غير ذلك فهي تكتب بألف مقصورة. انتقل الآن إلى التمارين. لاحظوا جيدا، أضع ألفا مناسبة آخر كل كلمة: جنى، بنى، على، سما، دنا، رمى، ادعى، أحيا، اشترى، استولى، صغرى، القفا، الخطى. لاحظوا بالنسبة للكلمة على، فإننا لا نقصد بها حرف الجر على الطاولة، إنما نقصد بها ما ارتفع، على، على يعني ارتفع. إذن مهلة للتفكير، وأكتب الجواب وأرسله على المجموعة كما القاعدة. السؤال الثاني: أستخرج من النص كلمات تنتهي بألف وأدرجها في الجدول المرافق. لدينا نص ولدينا جدول، أرسم جدول على دفتري ثم أملأه بكلمات مأخوذة من النص تنتهي في هذا العمود بألف ممدودة، في العمود الثاني بألف مقصورة. النص: قالت لبنى: لما دنا موعد عيد الأضحى توجهت صحبة أبي نحو مزرعة العم صالح، كانت الزريبة ملأى بالخراف وهي تثغو، فسألت أبي: أين خروفنا يا أبي؟ إذن قوموا بالإجابة على دفاتركم وأرسلوا الصورة إلى مجموعة المستوى الثاني. شكرا لكم.